هذا الشيء اللي وقع لي عمري كنت كنتوقع انه غيوقع لي، وانا متاكد انكم غتصدموا من بعد ما غتفرجوا في هذا الفيديو. غادي نسافر دابا بالموتور ديالي، معايا الصديق ديالي، غادي نلبس الكاسك ديالي، وغادي نحشي الساروت في الموتور ديالي، وغنقلع الموتور ديالي، غنهز بوسبي ديالي وغنقلع الموتور ديالي. خليكم في الفيديو ديالي باش تعرفوا فين غادي نمشيو. دابا غادي نسافر وشدتني الشتا بزاف، ما قدرتش نصور لكم حيت كنخاف الموتور يزلق ليا والتليفون غيفزق ليا. فاينل اللي جبتكم للبلاصه اللي عزيزه على العائلات، غادي ندخلوا دابا نفيزيتيو هاد البلاصه كاملين بيه. تبارك الله الجو هنا يا ناضي. حنا كاينين في جزيره بوكيت، بوكيت فيها بزاف ديال البحور اللي واعرين بزاف، ومن بين هاد البحور هادو جينا لهاد البحر هذا. دو يو لايك بوكيت؟ سو ماتش تايلاند اتس اميزين. اخلع الموتور ديالي، هادي راه الهوندا هادي، وغادي نمشي مع الجماعه ديالي. الناس اللي باغي تجي لبوكيت اصلا غتجي غير على حسب الطبيعه اصلا. حبيبي هذا الانسان الوحيد اللي مهني مع راسه هو هاد خونا هذا الصاد، ساكن في وسط، وهذا الشيء اللي غادي يوقع ليا كلشي بسبب هذا المنزل. الغابه وفاش كيدور مع هاد الجهه هادي شنو كيبان له؟ كيبان له هذا المنظر الرائع. دونك فوالا الشباب، وصلنا لهذا البحر هذا رائع بزاف. هنا فين غادي نتبحروا من بعد ما تبحرناش بزاف؟ خليت الروسيات، خليت الاستراليات، الامريكيات، خليت التيتيز والخيرات والمناظر الخلابه خليتها ليه، وجيت لهذا المنظر هذا هنايا خاوي، ما كاين حتى شي واحد. بلا نخور نقدر نخلي الباسبور ديالي، فلوس ديالي، اللعيبات ديالي، كلشي ديالي هنا، وما كانش لي يقرب لك ولا يدي لك شي حاجه ديالك اصلا. هاد المراه اش قلت لك؟ قلت كي نقدر نخلي التليفون ديالي هنا، الفلوس ديالي، كلشي، ما كانش لي يقرب لك. وهنا غيوقع ما لم يكن في الحسبان. كملوا الفيديو حتى التالي باش تفهموا البلان. ما بقيتش قادر نسوق لا موطو، دابا كنستنى واحد الدريه، واحد الدري غيجي عندنا غادي يسوق الموتور ديالي. المهم يخليوها على الله صغير، تشوف فيها واحد الدوخه ما بقيتش قادر ندير والو. غتجي عندي الدريه توصلني للاوتيل ديالي الساط، وغادي نحكي لكم كاع شنو صرا بالضبط. طب عرفتوا دابا الحالة يرتا لها، هي كتقد لي نوطي الا مع المانكو الصاد. شوف الصاد وجا عندي جوني، او غادي داخل الموتور ديالي دابا. سي ذيرز بوليس، ذيرز بوليس ذيرز بوليس، ذي ستوبينغ افري موتور بايك، اي فورغيت ماي لايسنس يو نو. تاك نجاو حتى لعندي، ضربوا مسافة ديال الطريق حتى لعندي باش ياخذوني دابا الصاد. الصاد جات عندي مورات الهوستل شخصيا، دابا راه دايان الصاد حتى الهوستل، ومن بعد نمشي نشوف الدوايات واللعيبات. ثانك يو سو ماتش. فاينلي وصلنا يا خويا، غادي دابا ندير الدواء واللعيبات ديالي. Do you want to have like something on it as well? You staying here as well? You also stay here? Yeah, I'm also here. And you? I'm staying here till tomorrow. Maybe. This one is bleeding. هادشي اللي وقع لي غادي تصدم وسط الديار بصح. عرفتوا دابا انا راني مجبد، ما قادر ندير والو من غير انني غير ناعس وفيا الدوخه والسخفه. باش تفهموا البلان كامل نخليكم انستغرام ديالي، واجو شوفوا داكشي اللي وقع لي وكاع البلانات كاملين، ما نقدر نبارطاجيهم معكم هنايا، ولكن في انستغرام غنلوح لكم التصاور وداكشي اللي وقع كامل، وغنحكي لكم شنو وقع في ستوريات كاملين. اخليكم انستغرام واجو عندي، مرحبا بكم كاملين، ودعيوا معايا الاخوان الله يشافيني باش نرجع بصحه جيده ونكملوا التريب ديالنا على خير وبخير. دعيوا معايا.